احكي، مين يلي أعطى الأمر بهالعملية؟ أنا يلي أمرت، أنا اللي نفذت هاي العملية. مين أنت؟ أنا كارا. أنتوا ليش لابسين هيك؟ سيدي هيك الأوامر الأخيرة، بعد وثائق عملية الأهرام صار مطلوب من فريق الأرماجدون إنه ما يلبسوا البدلات أبداً غير بالعملية. مراد علمدار عمل عملته. كنت بتعرف إنه رح يروح لهنيك مشان أبو أمه، ورسمت الخطة على حسب هالشي، بس الواضح إنه مراد كان محضر لكم مفاجأة هنيك. ولما انهارت الدولة العثمانية، البترول يلي كان على أراضيها ما توزع لكل الدول، توزع بس للشركات الأمريكية والإنجليزية. جيت بأمر من مستر كي، بدنا ناخد كارا وفريقه مشان نحقق معهم. هلأ السيد جاهد جاي لهون منشان يحقق مع كارا، ما فيني اسمح لكم تاخدوه. طيب اشرح هالشي للسيد كي بنفسك. حاجتك، شو انت شايفني ولد صغير؟ لو انه بدهم اياك عن جد لكانوا بأقل من دقيقتين لقوك وخلصوا عليك، بس انت تابع لإلهم وبدك يعني صدق انه انت عم تحاربون وهنن عم يحاربوك. بهي الحالة يا سيد عمر، بهاش شبابنا يستفادوا منك، بدنا نصورك وانت عم تجود بعض الآيات الكريمة. انا ما رح اسمح ابدا انه تستخدموا القرآن الكريم لأهدافكم الإرهابية، عم تفهم؟ وإذا بدكم اقتلوني هلأ. لا تقطع حديثنا هيك، أنا ما طلبت شي صعب، ليش لحتى تعصب؟ بنصحك إنك تفكر شوي. عمران، ايه؟ بدي اقول لك شغله. ايه ماشي، اترك ايدي واحكي اللي بدك تحكي. قربت انتخابات الحكم. ايه الاولاك متين بيجي معك. ما عارف وانتبه يعمل شي حركه مجنونه، فهمت؟ ماشي سيد عمران. ادو أينورا، في شي تطورات؟ الزلمة بمكة مستخدم اسم صقر، بس بالعراق وبسوريا وبمصر وكتير أماكن تانية بالشرق الأوسط له أسماء مختلفة. أنا بدي أعرف هلأ وين موجود، قدرتوا تعرفوا هالشي؟ أنا بتوقع أنه ما طلع من السعودية يا سيد مراد. بالعكس تماماً، شوفوا بأوروبا وبشكل خاص بريطانيا. متوقع أنه يكونوا هنن أخذوا بابا عمر لهنيك؟ لا يا عمران، بس لا أقدر لا يبي، لازم أوصل لهالزلمة. قوم معنا، المعلم بده يشوفك. شو عم تساوي؟ انت لوين بدك تروح؟ ما رح يسمحوا لك تطلع من المعسكر،
يسترجي حدا يفكر يوقف بوشي. في كتير حرس برا بعدين بيقتلوك. لك أنا اللي بدي أقتلهم. اهدى وخليك عاقل. قبل ما انتقم لأخي ما رح اهدى أبدا. وانت شلون انتقل لأخوك؟ أنا رح أقتل مراد. في طريقة أحسن وأسهل لتنتقم منه. أبوه موجود هون. ما لحقت افرح انه مراد صار يطلع بين الناس، بس شوفي شو صار فينا يا بنتي. الله يجازيهم هالمجرمين. بس انا متأكدة باذن رب العالمين مراد رح يلاقي عمر، واثنيناتهم رح يرجعوا بخير وسلامة. انا كمان مآمنة بهالشي ماما. تيتا هي مشانك. يا روحي انا. يسلموا ايديكي يا اميرتي الحلوه، بس انتي احلى ورده بكل هالدنيا. ليلى بنتي، انتو عم تديروا بالكن على الورود يلي ببيتي مو هيك؟ انا خبرت الشباب اللي هنيك، قال اكيد عم يديروا بالهم عليهم. مع هيك انا برايي انه نروح على بيتي، مو بيكون احسن؟ ماما ما بصير نطلع برات البيت هلا، مراد طلب منا نستنى لوقت ما يجي. بس إذا في شي ضروري بخبر الشباب يساو. لا بنتي حبيبتي مو لهالدرجة هاي، بس اشتقت لبيتي. لو سمحتي ممكن ألعب باللابتوب تبعك؟ طبعا حبيبتي رح جيب لك اياه. اشتقت لك كتير يا قلبي. أيلول 2001 الهجوم على مركز التجارة العالمي، وبعد الهجوم على العراق يلي صار بال 2003 وقت تركيا رفضت طلب أمريكا بالمجلس، وصارت عمليات إعدام مظلمة. وبأربعة تموز 2003 القوات الأمريكية اعتقلت مجموعة من العساكر الأتراك بشمال العراق. أربعة تموز هو نفس التاريخ يلي أمريكا أعلنت فيه استقلالها عن بريطانيا. 19 و20 تشرين الثاني في كنيستين والبنك البريطاني والقنصلية البريطانية تفجروا،
وبعثت رسالة عن طريق تركيا لإسرائيل وبريطانيا. الموصل وكركوك صاروا بإيد أمريكا، وبال2007 مع أنه أمريكا رفضت بس المجلس سمح لتركيا أنه تتحرك تحركات برات الحدود، وبعد منها نفذوا عملية موجهة للجيش التركي. كانون الأول 2011 أمريكا سحبت كل قواتها من العراق. طيب شو تركت وراها هني؟ صحتين وهنا. حسب الطريقة اللي عم تاكل فيها ما بتقول أبداً إنه أنت ابن شوارع، وكأنك على طول بتاكل بالمطاعم. أنت شو بدك مني؟ اللي مين أنت؟ مثل ما شفت عازف بالشوارع. اللي شو بدك مني؟ رح قلك ياها بوضوح يا عازف الشوارع. شفتك كيف عم تقاتل، فيك تستخدم قبضة إيدك وتكسب مصاري أكتر من العزف بالشوارع. بدي تقاتل لحسابي بالحلبة. متأكد إنه هون يا ميران؟ والله خالتي هي خبرتني. طيب أنت حكيت معه شيء؟ تليفونه مسكر، يمكن متخانق مع خالتي. أخي ميران، اتصلوا فيني وخبروني أنك جاي لهون. أهلا وسهلا. كيفك يا ابن خالتي؟ نشكر الله ومنحمده لساتنا عايشين. هالشاب غريب شيء؟ لا، من البحر الأسود. أهلين وسهلين فيك يا أخي. ستار آغا وينه؟ تفضل أخي. الأغا هون؟ بلا صوت. يا أغا، يا أغا، ستار أغا. شو في لك؟ ليش عم تعيط فوق راسي؟ في عندك ضيوف يا أغا. أي ما تحكي هيك من الأول. ياه 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 ياه، حبيبي ميران هون؟ أهلين وسهلين فيك ميران. كيفك يا أغا؟ الحمد لله منيح. هذا بوسات ابن شاكر. أهلين فيك يا بوسات. على راسي. نحن ما عرفنا قيمة بلدنا أبدا، فهمتوا؟ أي حدا هنيك بخالف القانون أكتر شي ممكن يحبسوه، بس هون لا، هون أي غلطة بيخلوك تنظف المكان. لا يكونوا عم يزعجوك يا أغا. كل وقت نايم بهالغرفة. طيب هي مو عقوبة؟ لا، العقوبة بهالمكان هي الكاميرات. بس الله يسلمه موزيك عم يزبط لي كل شيء. أنا بنام وبرتاح هون منيح. شو ما في كاميرات هون؟ نهاية طريق هالغرفة بيوصل للآخرة. لما بتنام هون بتشوف شريط حياتك. وهذا الكفن الأبيض. ايه، لنقول انه انا غلطت وارتكبت ذنب واجيت على هالمكان. بس انتو ليش اجيتوا؟ نحنا قاصدينك بخدمة يا اغا. ايه، اذا بيطلع بايدي ساويها تكرمه. لازم لاقي اورديناريوس. اورديناريوس؟ ليش يا ترى؟ بدي اخده على تركيا. تمام، الظاهر انه رجال كتير محظوظ. انت بدك تاخده على تركيا؟
طيب ليش ما بتعزموني لهنيك؟ ممكن تفهموني؟ انت بس قول انك حابب تجي. وينه طلعت؟ القائد ناداله. أنا بوصل الأكل، ممنوع تفوت لهون. مين قال هالشي؟ القائد صقر. هات لشوف. فيني أعرف شو ساويتوا بآخر شباب جبتوهن على هذا المعسكر؟ عم تسأل عن رجال مراد على مدار مو هيك؟ برأيي هلأ لا تتعب حالك ولا تفكر بأي حدا تاني أبداً. الخليفة حكالي عن الحديث اللي صار بيناتكن. حضرته مو متأمل منك شي. قال بتكون خسارة إذا ما ساويت اللي طلبه منك. وبالحقيقة إذا الخليفة عطى القرار وقتها ما بعرف كيف بدي أحميك أنت ورجال ابنك مراد. اسمع، هون في قرايبين المجاهدين اللي مراد على مدار موتهم واستشهدوا. يعني بتسمي اللي كانوا رح يفجروا بمكة شهداء مو هيك؟ على كل إن أنت هلأ قول وارتاح منيح وفكر شوي بالكلام اللي حكيناه. بكرة رح يكون في عنا شغل كتير. أستغفر الله. يا شباب، جايبين العم عمر لهون. نحن واجبنا نخلصوا منهم بأي طريقة. انتبهوا، هل أفعى سامة؟ أفعى سامة؟ حقونا! منك يا حارس؟ لازمتوا أفعى سامة؟ لازمنا دكتور، افتحوا الباب بسرعة! استعجلوا! افتحوا الباب! لازمتوا أفعى سامة؟ نحن لازمنا دكتور بسرعة! شو عم يصير هون؟ انت منين؟ ليش عم تصرخوا؟ لازمتوا أفعى، عم يموت! تحمل شوي، تحمل. هاد بدي عايش، يلا خدوه. ما رح تموت. خلي هاي الحية معك. شو صاير معه؟ أرسته حي وما لازم يموت. أنت ما فيك أي شيء، ليش سويت هالتمثيلية؟ كان لازم تكون أزكى من هيك.
يهرب من بين ايديكم. بدي اعايش اصحكم بالدنيا. يا كارا، إذا ما استسلمت وقت رجالك راح يموت واحد واحد. هذا الشغل المظبوط، أنت قائد كبير بس واقف بالطرف الغلط. سامحني سيدي. جماعة الراية السوداء عملوا مشكلة بالمعسكر. أكيد مالك متوقع إنه يعدوا عاقلين. هدول الرجال متدربين على الموت. قال هني حاولوا يهربوا. صقر لحقهم بآخر لحظة. بوجود أبو لمراد على مدار هنيك. ما فينا نخاطر أكتر من هيك. لازم نتحرك بسرعة يا براندون. طالما بدهم يهربوا خلينا نفتح لهم المجال. وبعدين بنتفرج على اللي رح يصير. بس أنا ما بدي أتفرج على هالشي من بعيد. ما توقع هالشي. فيك تروح هلا وتقضي شوية وقت حلو. بتمنى تنبسط. آمون طلع من تركيا شي؟ أنا لازم أعرف شو حكى مع مراد على مدار. الشعب العراقي كان واقف ضد النظام وضد الاحتلال الأمريكي، والهدف تنظيم دولة حرة. الوضع كان واضح، القوات المحتلة ما كان بدها بالمنطقة يكون في أي حرية ويهدى الوضع الأمني. لهيك شو عملوا؟ اختاروا مجموعة من المتشددين، وطبعاً هالمجموعة صارت تكبر أكثر. صادق البريطاني دعا لخلافة جديدة ودولة جديدة. هاي الدولة وهي الخلافة تحت سيطرة مين يا ترى؟ سمعت انك رح ترجع على اسطنبول. انت بتعرف اني بحب اسطنبول. ايه بعرف. بتذكر مرة بالدرس انت شبهت اسطنبول بصبية حلوة كتير. شايف هالشي علق براسك؟ وانا بالحقيقة يا هنري مو مستغرب ابدا، مع انه لسه في كتير قصص احكي لك ياها عن تاريخ اسطنبول يلي هي جذابة كتير. الحقيقة انا سمعت منك كتير عن التاريخ. بدك ما تواخذني بس
داخل إيه يا بروفيسور مارتي؟ أنا ما عاد بدي أقرأ عن التاريخ، أنا بدي أكتب التاريخ. يعني بدك تساوي هذا الشيء وإنت قاعد يا أمير هنري؟ لا، رح بلش من غزة، رح روح لهنيك مع فرقة للأمم المتحدة. وحسب خبرتي بهالحياة بحذرك من الشيء اللي بدك تساوي. صدقني السفرة لهنيك ما بتشبه أبداً السفرات يلي عملتها من قبل. هديك المنطقة حساسة كتير وهي خطيرة كتير إذا بلشت من هنيك. أنا بدي بلش من المكان يلي التاريخ بلش فيه. يلي بلش التاريخ كان راعي، العذاب يلي تحمله هو يلي عمل منه ملك. وأنا كوني أمير وبحب المساعدة، إذا بمسح على راس الأولاد الأبرياء هنيك ممكن يتقبلوني مثل راعي الغنم كمان. كل هالأيام ما قدرت أتصل، ممكن تخبرني شو لسه بدي ساوي كمان؟ يا ويلي هلأ ستك نازك بتفيق. هي عمتك صفية. ألو صفية؟ مرحبا ليلى، كيفك؟ أنا كتير قلقانة عليكي، ليش ما عم تتصلي؟ أنا ما حسنت يا ليلى، الوضع بهالمكان كتير سيء لدرجة إنه الإنسان بينسى حاله. طيب أنتي منيحة؟ إيه منيحة، أنا كتير اشتقت لرهف وحبيت أسمع صوتها. طيب لحظة لشوفها. صفية، إليف قالت إنها نايمة. تمام فهمت، يعني لساتها زعلانة مني. خلص مو مشكلة، بحكي معها بعدين. يلا منحكي يا روحي. انتي عم تظلميها لعمتك. مو هي قالت لي انه ما رح تتركني وتروح؟ بس نحن حكينا بهالموضوع حبيبتي، بعد فترة رح تجي. وبركي ما اجت؟ تفضل سيد فهمي. تعال اقعد حقي. تفضل. وهلأ احكي لي لشوف، حادث ابني كيف صار بالضبط؟ كان راجع من لندن من جديد. بالأول كان يقضي أغلب وقته مع أخوه بالبيت، وبعدين رفقاته القديمين سمعوا أنه رجع، وهيك هو صار يطلع معهم. طب وأبي؟ ما شافه أبداً؟ كمل يا حقي. سيد وهاب وقتها كان كتير تعبان. حقي قلت لك كمل. ابنك وقتها رجع لسباقات الموتورات مع رفقاته مرة تانية، وبليلة فات توازنه على الموتور بطريق الساحل وفات بالمنصف اللي هنيك، وبعدين وقع بالبحر. طيب اللي كان في معه حدا وقتها؟ هو كان عم يسوق بسرعة وكل رفقاته كانوا ماشيين وراه، ولا حدا منهم شافه. وبعدين شو صار؟ دورنا عليه بس
للأسف ما قدرنا نلاقيه، ومشان هذا الحادث ما يتحول لخبر إعلامي بغيابك ما جبنا السيرة لأي حدا، والكل مفكرين إنه ابنك مثل حكايتك طلع بجولة بحرية بالباخرة. يلي صار ما نو حادث يا حقي، على الأكيد في حدا قتل ابني، لا يكون إلك إيد بهالقصة. أنا متفهم وجعك عليه، بس ما بقبل إنك تتهمني هيك اتهام يا فهمي بيك. بترجعك لا تواخذني، أنا مضطر أسأل هذا السؤال، ما فيني أبداً خليه جواتي. فهمي بيك، إذا ما بدك أي شيء تاني مني أنا بدي أروح. هو نايم؟ لا فهمي بيك، عم يسمع موسيقى. بترجعك سامحني يا ابني، على ايدي اليمين بالشورت الازرق كوبرا انانكا. زعفو يلا زعفونه، هذا هو البطل. زعفونه على ايدي اليسار الملاكم وعازف في الشوارع الالباني. بوبرا ليش ما بلشوا لهلا؟ بوبرا رح يجوهو، شو عم تستنوا؟ بوبرا بلشوا، يلا بوبرا 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 يلا بلشوا. قال عازف شوارع، قال بوبرا خليك على عزف الموسيقى، شو عم تستنوا؟ يلا بلشوا، انت اجيت على المكان الغلط. بوبرا بوبرا رح يكسرك، تأخرت كتير. يلا يا حكم بلش المباراة، يلا شو عم تستنوا؟ يلا كوبرا يا
Get out.